مثلا شوف هذا التمرين هذا، اشتري ترنيس غرام من اللحم بثمن 19 درهما. ما هو الثمن؟ 700 غرام من اللحم. ثم نمثل المعطيات في جدول الإعداد المتناسبة. كمية اللحم عندنا 400 غرام 19 درهم. هذا هو الجدول. وعندنا 700 غرام ضو، عطاونا الدرهم. تنقلبوا على المقابل ديالها بالدراهم. اذا شنو غنعملوا هنا؟ دابا ولات عندنا جوج طرق. شنو الاولى؟ هي تنضربوا هذه قسم هذه، والثانيه هذه قسم هذه، يخرجنا الخارج. شنو هي الاولى؟ هذه في هذا قسم هذه، قسم هذه، هذه في هذه قسم هذه. والطريقه الثانيه هذه هذه قسم هذه الخارج، غنضربوا فيه هذه. فاش نضرب؟ لا الخارج غنديرو قسم هذه وعاد انا. شو الطريقه الثانيه؟ راه هي هذه اللي قلتي انت نفسها، غير انا شديتها وجزأتها لك. شنو قلتي الطريقه الاولى؟ هي 700 في 6. 700 فاش مضروبه؟ 19. 700 مضروبه في 19 زيد قسمه 400. قسمه 400. شوف شنو غنعمل. انا غنشد 19 ونقسمها على 400. شتيها نفسها، واش مقسومه ولا مقسومهش على 400؟ انا شديتها وقلبتها. شوفي ولات عندنا 19 مقسومه على 400. بغي نفسر لك انا شنو هي المقصود بها، وغنضربوها في 700 وهي نفسها. 700 راهي الفوق. هيا قلتها. غنفهمك شنو المقصود بها. هاد العمليه اللي تتعملي ديال 700 في 19 على 400، خاصك تفهم شنو المقصود بها. 19 علاش نقسمو على 400؟ عندنا 19 درهم، 700 في 19 على 400، فهمت ولا لا؟ 700 غرام. شوف الأصل هو غنديرو 19 قاسم 400. علاش؟ علاش؟ علاش غنقسمو 19 على 400؟ 19 قاسم 400؟ باش نلقاو الثمن ديال كل يلاه شوف باش نلقاو الثمن 400 اش؟ 400 غرام. ها؟ الثمن ديال كل درهم. اذا حنا غنديرو 19 درهم مقسوم على 400 باش نلقاو شحال من درهم غيجينا هاد السيد اللي شرا 400 غرام 19 درهم. شحال جاتو للغرام؟ غنشدو 19 غنقسمو على 400 وغنشوفو شحال جاتو للغرام. طبيعة الحال غتجي فيها الفاصله، ولكن ملي غنضربوها في 700 غتحيد ديك الفاصله، غنضربوها في الكثره، فهمت ولا لا؟ إذن هذا هو المقصود بالعملية الأولى اللي عملتي ديال 700 في 19 على 400. أنا فسرتها لك. شوف شنو هنا، 700 في 19 على 400 راه هي 19 في 700 على 400، راه نفسوها. شوفي ها أنت، 700 في 19 ياك على 400 أش تساوي؟ تتساوي 19 في 700 على 400. صحيح ولا ما صحيحاش؟ إذن غنشدو 19 ونقسمو على 400، ها هي الأولى، ونضربها في 700. 19 على 400 علاش؟ 19 مقسومة على 400 علاش؟ باش نلقاو الثمن ديال كل ديال غرام، ونضربو في 700. وهذاك الغرام غيولي 700 غرام، وهذاك الثمن غي. واش فهمتي العملية ولا لا؟ إذا ممكن أنك تستنتجي واحد القضية أخرى، هو أنك غتحيدي الصفرين ديال 700 وتحيدي الصفرين ديال 400، غتولي عندك 7 في 19 على 4، نفس النتيجة اللي بغيتي، غتعطيك 33.25. 33.25 اشنو هادي؟ 33.25 تمن. ها؟ تمن ديال غرام. تمن؟ ديال 7 غرام. ديال؟ 7 غرام. 7 غرام؟ عندنا 7 غرام تما؟ 700 غرام. ديال 700 غرام. إذن 33.25 هذا الثمن ديال 700 غرام. واش فهمت ولا لا؟ إذن عندنا 700 مضروبة في 19 على 400. إذا شدينا 19 قسمنا على 400 باش نلقاو الثمن ديال الغرام، وضربناه في 700 باش لقيناه الثمن، هي 33.25. إذا يمكن أن نحسب معامل التناسب إذا كان ثمن 400 غرام هو 19 درهم، فإن ثمن 100 غرام هو 19 على 4. شتيها؟ غنديرو 19 مقسوم على 400 وغنضربوه في 100.
اذا بطبيعة الحال غنحيدو هاد الصفرين لتحت، حيت عندنا بحال اللي قلت لك دابا غنحيدو هاد الصفرين ديال 700 ونحيدو الصفرين ديال 400 نفس الطريقه. هنا عندنا 19 مقسوم على 400 وغنضربوها في 100. شوفي 19 مقسوم على 400 ونضربها في 100. علاش؟ باش نلقاو الثمن ديال 100 غرام. اذا غنحيدو الصفرين ونحيدو الصفرين، اش راه يبقى عندنا؟ غتبقى عندنا 19 على 4، فهمت ولا لا؟ اي 4.75، اي 4.75. اذا 4.75 درهم، حتى الثمن ديالهاش ديال 700 غرام. شوف فان ثمن، شوف هنا فان ثمن 100 غرام، الثمن ديالهاش فان الثمن 100 غرام. اذا هنا عطاوك عدد اخر ديال الغرامات، فهمت ولا لا؟ اللي هو 100. اذا باش نلقاو حنا 100 غرام شنو غنعملو؟ تنديرو شو قلت لك، تنديرو 19 على 400 باش نلقاو الثمن الغرام ونضربو في 100. اذا غنختزلو بهاد الصفرين، غتبقى عندنا 19 على 4 هي اللي عندهم هنا. هذه 19 على 4 عطاتهم 4.75. شنو هي 4.75؟ درهم هي الثمن ديال 100 غرام. 100 غرام، ديما تبع السؤال، فهمتي؟ اذا الثمن 700 غرام هو 33.25. غنشدو هاد 4.75 ونضربها في 7، فهمتي؟ بحال اللي عندنا هنا 7 في 19 على 4 ها هي، أو ندير 7 في 4.75. مادام أننا حسبنا 100 غرام، حنا عندنا 700 غرام، ما معنى هذا؟ عندنا 7 د المئويات، فهمتي ولا لا؟ حنا حسبنا 100 غرام اللي هو 4.75، إذا غنضربوها في 7. إذا للإنتقال من 400 إلى 700 نضرب في 1.75، الحمد لله. للحصول على ثمن 700 غرام نضرب 1.75 في 19. فهمتي شي حاجة؟ شنو فهمتي؟ باش ننتقل من 400 إلى 700 باش نحولو 400 إلى 700. هي اللي هدرت لك قبيلة في الكسور، باش نقزنا من لهنا واش العدد كبار ولا صغار؟ كبار. كبار بشحال؟ كبار كبار بشحال؟ كبار بشحال؟ شنو غنعملو باش نعرفو شحال كبار؟ يلا غنديرو هادي قسم هادي. اشنا هي اللي غنقسموها الاخرى؟ 400 قسم 700 غيخرج لك العدد مقلوب. 700 قسم 400 هو ديما تتقسم الكبير على الصغير، حنا الغرض ديالنا هو نلقاو العدد. اذا اش غنديرو؟ 700 700 قسم 400 700 قسم 400 قاسم 400 هي 175. 1.75 الا كانت 175 عرفتي فين غيوصل العدد ولا لا؟ الا ضربتيها في 100 راه تولي عندك هنا 40000. اذا 400 فاش ضربناها؟ في 1.75 هي اللي عندهم هنا. اذا 400 كبروها بواحد مره فاصله 75، فهمتيني ولا لا؟ باش تلقاو 700. اذا شنو غيديروا ل 19 تاهي؟ تاهي غيضربوها في 1.75. صح، بقاش الاخر بقاوها ما تبقاش التناسبيه. ما تبقاش التناسبيه، انت فهمتي كما قلنا قبيله. قبيله كنا تنتكلموا على اعداد مجرده. شنو مجرده؟ علاش قلنا بمجرده؟ علاش قلنا مجرده؟ لان ما عرفناش واش كيلوات حجم، فهمت ولا لا؟ واش ليطرات. عندنا 400 غرام ديال اللحم وعندنا 700 غرام. الثمن ديال 400 غرام هو 19 درهم، شحال الثمن ديال 700 غرام؟ اذا باش نلقاو التناسبيه غنشوفوا هاد 400 بشحال كبرناها باش نكبروا معاه الثمن ديالها حتى هو، فهمت ولا لا؟ باش الثمن ديالها نكبروه بنفس العبار بنفس القياس، فهمت ولا لا؟ هذا هو المقصود بهاد العمليه هنا. اذا عندنا 400 ضربناه في 1.75 عطاتنا 700، منين جاتنا هاد 1.75 تنشدو 700 ونقسمو على 400. هو اصلا هادي متعرفه الا اللي كان هذا. اذا غتشد 19 وغتضربها في نفس العدد اللي هو 1.75 وشنو غتلقى؟ الثمن. اذا شحال الثمن؟ عندنا 1.75 اللي هو هذا ضربناه في 19 اللي عندنا هنا، شحال لقاو؟ او 33.25. 33.25